الطريقة الأولى وهي طريقة الشيرد بريفرنسز أو التفضيلات المشتركة. هاي الطريقة بكل بساطة يا سيدي العزيز هي عبارة عن تخزين في فايل. شو يعني فايل؟ فايل يعني ملف. شو يعني ملف؟ يعني زي الملف اللي انت بتنشئه على سطح المكتب لما تيجي تحكي نيو فايل، فهذا هو عبارة عن فايل. فهيك اللي قدامي هذا اسمه فايل. الشيرد بريفرنسز بتحكي لك انه في عندي فايل، الفايل هذا امتداده XML، انت يا مستخدم ما بسمح لك انك تشوفه، كل اللي بسمح لك فيه انك من خلال الكود تخزن فيه بيانات وتسترجع منه بيانات. اذا مرة تانية، الشيرد بريفرنسز هو عبارة عن ملف بيكون مخزن على الذاكرة الداخلية الخاصة بالتطبيق. الملف هذا بإمكانك يا مبرمج إنك تقرأ منه أو تخزن فيه بيانات وتسترجعها زي ما بدك، بس ما بسمح للمستخدم إنه يشوفه. يعني لو فتت على إعدادات التطبيق أو فتت على الفايل مانجر ما بتشوف الملف هذا فعليا في الفولدر الخاصة بالتطبيق، لأنه ملف مخفي. شو يعني ملف مخفي؟ يعني خاص بالتطبيق، ما حدا بيشوفه غير التطبيق نفسه. هذا الملف أنت بإمكانك انك تخزن فيه بيانات خفيفة. كيف يعني بيانات خفيفة؟ يعني انتجر، يعني البريمتيف داتا تايبس، الانتجر، الدبل، الفلوت، السترينج، الاشياء، البيانات الخفيفة اللي ما بتكون لها حجم كبير. لكن لو قلت صورة او فيديو، لا، هذه بيانات لها حجم كبير. فالشيرد بريفرنسز صممت خصيصا لانها تتعامل مع البيانات اللي لها حجم خفيف. عندي ثلاث طرق عشان اتعامل مع الشيرد بريفرنسز، والثلاث طرق اسهل من بعض. شو هم الثلاث طرق؟ أول طريقة حاجة اسمها Preference Manager dot get default shared preferences، وبتاخد context. تعال نشوف كيف بدنا نتعامل معها. ال Preference Manager هذا عبارة عن class عام موجود عندي في الأندرويد. هذا ال class Preference Manager في جواه دالة اسمها get default shared preferences. لاحظ إيش اسمها؟ ديفولت. ديفولت يعني افتراضي، شيرد بريفرنس يعني هات لي الملف الافتراضي تبع التطبيق كله. اذا هاي الدالة بتجيب لك الملف الافتراضي تبع المشروع تبعك كاملا. يعني كل مشروع احنا بنعمله او كل تطبيق لما بينزل على الجهاز بيكون في ملف افتراضي اسمه باسم التطبيق تبعك. هذا الملف بامكانك انت تخزن فيه، وطبعا عشان تستدعي عشان تخزن فيه وتتعامل معاه بتستدعي الداله هذه. الداله هاي بتاخذ الكونتكست او بتديها الكونتكست تبع الاكتيفيتي او الكونتكست جيت ابلكيشن كونتكست على الجهتين نفس الشيء. طبعا هاي بترجع لك كلاس اسمه شيرد بريفرنسز. فهنا لو حكيت شيرد بريفرنسز اس بي بيساوي الكلام هذا، فانت فعليا هيك جبت امتداد او جبت مؤشر على الملف العام الخاص بكل التطبيق. خد بالك بريفرنس مانجر دوت جيت ديفولت شيرد بريفرنسز، هذه الميثود بتجيب لك الملف العام الخاص بكل التطبيق، العام الخاص بالتطبيق كله، التابع عفوا للتطبيق كله. شو يعني عام؟ يعني اي واحد من اي اكتيفيتي، من اي سيرفيس، من اي مكون في التطبيق بيقدر يوصل له. يعني لو جعفر من اكتيفيتي A خزن ايميله في الملف هذا، بيقدر جعفر من اكتيفيتي B يقرا الايميل ويشوفه. هاي الفكره بكل بساطه من البريفرنس مانجر اللي اسمه او الطريقه الاولى اللي هي جيت ديفولت شيرد بريفرنسز. فهاي الطريقه هاي لتخزين أو لإرجاع مؤشر على الملف العام التابع للتطبيق ككل، تمام؟ فهو ملف واحد تابع للتطبيق ككل. طيب كيف بدأت تتعامل معه؟ أنت أي ملف في الدنيا عشان تتعامل معه في طريقتين، إما قراءة أو كتابة، بدك تخزن فيه ملفات أو بدك تقرأ منه ملفات. طبعا أنا الشيرد بريفرنسز لسه جديد، بدي أخزن فيه بيانات. قال لك ما بنفع تخزن فيه مباشرة، يعني ما بنفع تحكي له sp.put، ما بنفع، لا، لازم تتعامل مع كلاس وسيط هو اللي يعمل عملية التخزين. شو اسمه؟ اسمه editor. فبحكي له shared preferences dot editor edit بيساوي هذا الكلاس. ليش انا عملت الحركة هاي؟ لانه اصلا الكلاس هذا معرف بداخل كلاس تاني، فانا عشان اوصل له حكيت له روح على shared preferences، فوت جواته، هات لي من جواته الكلاس اللي اسمه editor وسمي edit
بيساوي sp.h.edit. فحكيت له خد الشيرد بريفرنسز هذا وهات لي الاديتور اللي فيه، ليش؟ عشان انا اضيف عليه، تمام؟ ما بنشئ واحد جديد، لا، انا بدي اجيب الكلاس التعديل الخاص بالكلاس تبعي اللي هو اصلا تبع للمشروع ككل. فهاي الطريقه، السطرين هذول، السطر الاول بيجيب لك مؤشر على الشيرد بريفرنسز الخاص بالمشروع ككل، والسطر الثاني بيجيب لك مؤشر على كلاس التعديل الخاص ب الملف هذا. فانت الان لما بدك تقرا بيانات بتقراهم من الكلاس الاول من الاس بي مباشره، لما بدك تعدل عليه بتعدل من كلاس الايديت. تعديل يشمل تعديل او تخزين من جديد، تمام؟ فانا بدي اخزن، فبحكي له ايديت دوت بوت، نفس البندل بالضبط. بوت مثلا خلينا نحكي سترينج، ايش الكي تبعه؟ طبعا بياخذ كي وفاليو. الكي مثلا بدي اسميه نيم، والفاليو بدي اسميها مثلا جعفر ام الاغا مثلا. فانت بالحركه هاي رحت خزنت في الشيرد بريفرنسز في كلاس التعديل تبعه الاسم، الكي تبعه نيم، والفاليو تبعته جعفر ام الاغا. الان عشان تطبق عمليه التخزين بدك تستدعي داله اسمها كوميت او ابلاي، في فرق بينهم، اما تستدعي داله كوميت او تستدعي داله ثانيه اسمها ابلاي، تمام؟ الدالتين هذول في فرق بينهم هنحكي عنه، بس خلينا نحكي عن الشيء الاساسي في البدايه. الان كونك عملت الحركه هاي فهو تخزن في التطبيق او في الشيرد بريفرنسز عفوا في الذاكره الداخليه، تخزن اسمك والكي تبعه هو او المؤشر تبعه اسمه نيم، ممتاز. طيب كيف بدي اعرضه؟ خليني اروح اعمل زرين، زر تخزين وزر عرض، عشان من خلالهم اقرا واعدل البيانات. هي الزر الاول بدي اسميه ptn save، هذا للحفظ، وبدي اسميه save، والثاني بدي اسميه restore اللي هو استرجاع عشان اطبعهم في توست. restore، ممتاز. وهنا خليني اعملهم انفلات سريعا، تمام؟ والثاني اللي هو btn restore. طيب ممتاز. الان خليني بدي اعمل كود التخزين اللي هو btn save.set on click listener new on click listener. الان لما بدي اضغط على الزر بدي اروح ايش اعمل؟ خليني هذول اعرفهم بشكل عام هنا عشان يكونوا مستخدمين عند الكل، وهنا عند الضغط بدي اروح اخزن الكلام هذا. طبعا هاي تابعة لمين؟ هاي تابعة للجملة هاي، تمام؟ طيب هيك خليته عام، وهنا طبعا بدي اعمله فاينل عشان الكل يقدر يوصل له. فانا هيك ايش عملت؟ انا هيك، او خليني على فكرة ممكن انا اعرفه فوق هنا وري دماغي ومن غير ما اعرف فاينل ولا حاجة، تمام؟ فهين عرفتهم هنا وخلاص، تمام؟ طيب الان انا هنا اللي عملته، عملت مؤشر على الملف وكلاس التعديل تبعه، ولما اضغط على البتون سيف بدي اروح احفظ البيانات. طيب لما بدي اضغط على البتون ريستور شو بدي اعمل؟ فبدي اعمل btn restore dot set on click listener، المفترض اجيب البيانات منه او من الشيرد بريفرنسز. فبدي احكي له هات لي البيانات string النيم بيساوي، او اي اسم، اسم المتغير بيساوي. من وين بدي اجيبهم؟ قراءة البيانات من الكلاس اللي اسمه اس بي، تلخبطش. اس بي هذا عشان تقرا بيانات، ايديت عشان تعدل البيانات. فبحكي له اس بي دوت جيت سترينج، هات لي السترينج اللي ايش اسمه؟ اللي اسمه نيم. هنا في قيمة ثانية لازم تعطيها للميثود اللي هي الديفولت فاليو، يعني لو راح يجيب النيم وما لقى شو يعرض لك بداله؟ اعرض لي مثلا نو نيم. تمام؟ فهذه القيمة الافتراضية التي ستعرض في حال لم يكن هناك قيمة في الملف، تمام؟ وهنا بدي أعمل توست، فخلاص هيك أنت جبت التوست وبدي أعرض النيم اللي هو اسم المتغير هذا، فأنت هيك خلاص جبت النص وبدك تعرضه في توست بشكل طبيعي عند الضغط على زر ريستور. إذا خليني ألخص لك الموضوع سريعا قبل ما يشتغل الإيميوليتور. الفكرة اللي أنا عملتها إنه عملت تو باتونز، واحد للحفظ وواحد للاسترجاع، وحكيت لك الطريقة الأولى من طرق التعامل مع الشيرد بريفرنسز، شغلة اسمها جيت ديفولت شيرد بريفرنسز، اللي هي بتجيب لك مؤشر على الملف العام لكل التطبيق. هذا الملف بتعامل معاه إما من قراءة
أو كتابة، يعني يا إما بدي أقرأ منه بيانات يا بدي أخزن عليه. وعملية القراءة والتخزين عن طريق كيو فاليو، يعني اسم وعنوان وقيمة. فلما بدي أضغط على زر سيف بدي أروح لكلاس التعديل وأقول له put string عشان أضيف string، وعشان أطبق عملية الإضافة بدي أستخدم apply. ولما بدي اعرض بضغط على الريستور، فبروح بجيب اس بي اللي هو كلاس القراءة او المؤشر تبع الملف نفسه دوت جيت سترينج، وبدي اسم الملف وبدي القيمة الافتراضية اللي لو ما كان قيمة في الملف شو يعرض لي النص اللي بده يكون هنا. تمام، هنا دير بالك يعني لو كان في عندك 30 سطر بيعمل تعديل في الاخر بتعمل ابلاي واحدة. تمام، فهنا قد ما يكون في عندك بوت بوت بوت، المهم عندك تكون في ابلاي بواحدة او كوميت واحدة. تعال نشوف الملف هنا، لو عملت ريستور لاحظ لسه نو نيم، ليش؟ لأنه حاول يروح يجيبها فما لقاها موجودة فعرض لك القيمة الافتراضية نو نيم. طب خلينا نعمل سيف، المفترض هو حفظها، لو عملت ريستور هيو عرض لي جعفر أم الأغا. فهي الفكرة من الطريقة الأولى من طرق الشيرد بريفرنسز اللي هي الملف الشامل لكل التطبيق.